من أخبارنا المحلية، نص قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة على ضرورة تقديم المشمولين بالقانون لإقرارات الذمة المالية للهيئة، ومن هذه الفئات أعضاء مجلس الأمة الحالي والأعضاء الجدد بعد انتخابهم. يهدف تطبيق نظام الذمة المالية إلى حماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذمتهم المالية وتحصين أدائهم وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها. لنتابع. إرساء لمبدأ الشفافية وحماية المال العام، يأتي تطبيق نظام الذمة المالية كأحد أبرز الأدوات الوقائية من الفساد المالي للمشمولين بالقانون، ومنهم أعضاء مجلس الأمة الحالي الذين يقدمون إقراراتهم النهائية، والأعضاء الجدد الذين سيقدمون إقراراتهم المالية للمرة الأولى بعد توليهم. القانون ركز على الفئات الهامة، نقصد بالفئات الهامة هم الفئات المعرضة أكثر من غيرها لمخاطر الفساد، ففرض عليهم القانون أن يكشفون عن ذمتهم المالية، يدلون بما يملكون من أموال نتيجة توليهم هذه الصفات المشمولة بالقانون. من هذه الفئات في دولة الكويت عندنا فئة أعضاء مجلس الأمة، فأعضاء مجلس الأمة المفروض عليهم أن يقدمون إقرار بذمتهم المالية لمكافأة لهيئة نزاهة، يقولون فيه كم أو يفصحون عن ذمتهم المالية فور توليهم لعضوية مجلس الأمة، ثم يقومون كذلك بتحديث هذا الإقرار كل 3 سنوات، وفي نهاية عضويتهم لمجلس الأمة أيضا يفصحون لنزاهة بذمتهم المالية في نهاية مدة العضوية. دورنا إحنا في نزاهة ينصب على شقين أساسيين، الشق الأول أن إحنا نتابع عملية تلقي هذه الإقرارات، والشق الثاني أن إحنا نفحص هذه الإقرارات. نزاهة بدورها تحرص على توفير كافة التسهيلات للمقرين بذممهم المالية عن طريق المعلومات المتواجدة على موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبعث رسائل نصية ناهيك عن التواصل الدائم مع جهات العمل الرسمية. في نزاهة احنا يتم مخاطبة الجهات اللي يتبعها المشمولين لتذكيرهم بمواعيدهم القانونية، واحنا عندنا اتصال مع كافة الجهات اللي يتبعها المشمولين حتى يذكرون الناس بالمواعيد القانونية. كذلك احنا وفرنا العديد من وسائل المساعدة حتى يذكرون فيها المواعيد عن طريق موقع الهيئة، وفرنا خدمة استعلام يستطيع اي شخص انه يدخل على موقع الهيئة ويستعلم برقم المدني ويعرف متى موعد تقديم اقراره. كذلك وفرنا خدمة الرسائل النصية بحيث كل شخص اول ما يدخل موعد تقديمه تأتيله رسالة على الهاتف النقال الخاص فيه تذكره بهذه المواعيد. إذا نظام إقرار الذمة المالية بشكل عام يهدف لحماية المشمولين بالقانون من التشكيك في ذممهم المالية وتحصين أدائهم وتعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها. ديما دحدال، تلفزيون دولة.